بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه هي الحلقة 75 من حلق معاني القراءات المتواترة والشاذة. قال المولى سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآيات. في قوله سبحانه ألم تر، الجماعة يقرؤون ألم ترى في حال الوصل، وقرأ بعضهم شذوذا ألم تر هكذا، ألم تر إلى الذين، هذا في الوصل. وأما في الوقف فمعلوم أنه يكون بالسكون للجميع، ولعل هذه القراءة الشاذة هي من باب إجراء الوصل مجرى الوقف، على حد قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما. وفي قول الله تعالى بعد ذلك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. في لفظ فيضاعفه قراءات، من القراء من رفع، ومنهم من نصب، ومنهم من سكن، وقراءة الرفع هي لبعض السبعة، وقراءة النصب أيضا هي لبعض السبعة. فالقراءة بالنسبة للنصب والرفع هي قراءة سبعية، وهنالك أيضا من السبعة من شدد العين في فيضاعفه، قرأ بالتشديد، ومنهم من قرأ فيضاعفه. وأما القراءة الأخرى الشاذة فهي بالسكون فيضاعفه. فأما من قرأ فيضاعفه فهي على أن الفاء ها هنا فاء السببية وقد جاءت بعد الطلب، فهو إذن جواب الاستفهام الذي جاء في صدر الآية. وأما من قرأ بالرفع فعلى أن الفاء ها هنا للاستئناف، والمعنى فهو يضاعفه له أضعافا كثيرة. وأما من قرأ فيضاعفه فهو أيضا على هذا توجيه. وأما التشديد ها هنا أو التضعيف في فيضاعفه فهو من التضعيف الذي يكون في مثل هذا الفعل، لأنه يقال ضاعف وضعف أيضا، فهو جائز، وضاعف فيه معنى المفاعلة وضعف فيه معنى التكثير. والذين قرأوا بالتشديد هنا فيضاعفه، منهم من قرأ بالرفع فيضاعفه، ومنهم من قرأ بالنصب فيضاعفه. وكل هذه القراءات قراءات سبعية. وأما قراءة السكون فيضاعفه فهي قراءة شاذة، ولعل التوجيه فيها هو أنه توهم أنه مجزوم، لأن الآية مصدرة بمن التي تفيد الشر. ومنهم من وجهها بأن الفاء ها هنا سكنت من أجل التخفيف. وفي قوله سبحانه والله يقبض ويبسط، معلوم أن هذا اللفظ رسم بالصاد، فهو مرسوم في المصاحف بالصاد، ولكن هنالك من قرأ بالسين يبسط، وهو الأصل أن هذا الفعل من بسط يبسط، كما جاء في آيات أخرى: ولو بسط الله الرزق، ولكنها رسمت ها هنا بالصاد، فمنهم من قرأ على الأصل بالسين كما هو الحال في قراءة حفص وحمزة وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر من رواية هشام، وكذلك الكسائي وحفص، هؤلاء كلهم قرأوا بالسين على الأصل. ولهذا نجد في المصاحف أن هنالك سينا فوق الصاد إشارة إلى هذا، وفي المواضع الأخرى التي جاءت في سورة الطور وفي سورة الغاشية. هذا الموضع اختلف القراء فيه، منهم من قرأه بالسين كما ذكرنا، ومنهم من قرأ بالصاد من أجل الطاء، وذلك أن الطاء حرف مفخم، حرف فخيم مستعل ومجهور، ويناسبه الصاد، يناسب الاستعلاء، يناسب الاستعلاء، وإلا فالصاد أيضا هو من حروف الهمس، ولكن من أجل التفخيم الذي هو في الطاء ناسب أن يكون الحرف ها هنا
قويا في الفخامة أو في التفخيم وهو الصاد. وفي قوله سبحانه وإليه ترجعون كما مر بنا في نحو هذا اللفظ قرئ ترجعون، وهذه قراءة يعقوب في القرآن الكريم، وقرئ ترجعون وهذه قراءة الجماهير، ومنهم من قرأ يرجعون بالغيبة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.